بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة متواصلة لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ الفقيه المجتهد أبي الفتح تقي الدين بن دقيق العيدي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في كتاب أو في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل بنا المقام أو القراءة إلى الحديث 12 في سلسلة هذا الباب، أي من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 95 من سلسلة كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 12 عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. انتهى الحديث. وأيضا كعادتي، حتى أخشى أن يفوتني أو أن أنسى يعني ذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث في غير ما ذكره الشارح ابن دقيق العيدي، فإن من اللطائف التي نقلها بعض أهل العلم في آداب الفتوى أو في حكم الفتوى أن فتوى أنس بن مالك ما زادت على قوله نعم. حين سئل قال: نعم، وما زاد على ذلك. فقالوا: وهذا فيه بيان أن المقام أحيانا يستدعي من المفتي ألا يزيد على كلمة نعم أو لا، وهذا ما فعله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال الشارح الحافظ الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيدي: سعيد بن يزيد ابن سلمة أبو مسلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة أيضا، منسوب إلى طاحية وهي بطن من الأزد من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه بمعنى أخرج له الشيخان البخاري ومسلم. هذا ما يتعلق بالراوي، وهذه عادة المحدثين وعادة الشراح أن يبدأوا بتعريف للصحابي أو من دونه، فإن المقام مقام بيان، ولا بد من ذكر أو إسناد الفضل إلى أهله، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين بلغوا هذه الأحكام وأوصلوا لنا هذه الأحاديث. فغالبا ما يحرص المحدثون وشراح الحديث على التعريف بالأعلام. ولعل أيضا فائدة يعني أسوقها في هذا المقام: الابن الملقن على سبيل المثال فإنه كان يطيل التعريف بالصحابي ويعده دينا يتقرب به إلى الله عز وجل، يتقرب به إلى الله عز وجل. وقد جاء في تفسير قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قالوا: هو ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ألا بذكر الله، قالوا: ذكر الله هاهنا المقصود به ذكر سيرة رسول الله وأصحابه. فلذلك الترجمة للأعلام في هذا المقام هو دين يتقرب به أهل الحديث لله عز وجل. قال الشارح: قال: والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.
وابن دقيق العيد يرى أن هذا الحديث إنما يفيد الجواز أو الرخصة في لبس النعال في الصلاة لهذا في هذا الحديث. قال أما الاستحباب فإنه لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وقد بين بعض الشراح بعده أنه أن لبس النعال في الصلاة ربما أدى إلى عدم إكمال السجود والجلوس على هيئتها المطلوبة، لأن النعال وضع أطراف الأصابع في السجود وكذلك في الجلوس، فربما إذا كان لابسا للنعال لم يؤدي هذه الهيئة من الجلوس والسجود على أكمل وجه، فلذلك لم يدخل لبس النعال في هذا المعنى. ثم قال الشارح فإن قلت لعله من باب الزينة، وهو كذلك لبس النعال من الزينة، لعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية والثياب، الأردية جمع رداء، مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة، فيدخل في عموم قوله تعالى وخذوا زينتكم عند كل مسجد. فما المانع أن ندخل هذا لبس النعال تحت عموم الزينة، فيقال يستحب لبس النعال في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بأخذ الزينة عند الصلوات. قال الشارح في الرد قال وهو وإن كان كذلك، يعني وإن كان لبس النعال من الزينة، لكن يعتريه أمر، وهو أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر أو يقصر به عن هذا المقصود. نعم وزينة، لكن من المعلوم أن النعال تمشي به على الأرض، وربما وكان مظنة أن يلاقي النجاسات، فلذلك لما كان الأمر على هذا الوجه قصر به على أن يكون من تمام الزينة كالثوب والعمة والعمامة ونحوها مما يلبس، فإن النعال غالبا ما يدرأ به النجاسات أو يلبس ويلاقي النجاسات، فلذلك قال يقصر به عن هذه الرتبة. قال ولكن البناء على الأصل، أي وهو كونه زينة، إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك على فرض، يعني إذا كان هذا البناء على أصل أن يكون زينة انتهض حينئذ أن يكون دليلا فيعمل به في ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى وجه القصور، والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. فإذا كونه يلامس ويلابس كثيرا، أي هذا لبس النعال يلابس النجاسات كثيرا، فإنه يقصر به على أن يكون في جملة الزينة المستحبة التي أمر الله تعالى بها. قال إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل، أي دليل شرعي خاص بالنعال يلحق بتمام الزينة فيترك هذا النظر، وهذا الذي أورده ابن دقيق العيد. وتعقبه الصنعاني واستدرك عليه الصنعاني وكذلك الشيخ أحمد شاكر في هذا الكتاب بمقصد آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ولا أظن أن هذا الاستدراك يلزم الشيخ في هذا المقام. ليش؟ لأن المقام ابن دقيق العيد أراد بيان هل لبس النعال يلحق بالزينة أم لا، هذا مورد النظر وهذا مورد التحقيق،
والتقرير في هذا المقام. فإن جئت وقلت لا ترى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف المجوس، هذا لا يلزم الشيخ ولا أظنه يخفى عنه، فإن المقام ها هنا في بيان هل لبس النعالي هو من الزينة التامة التي ينبغي أن تراعى في الصلاة، أم كونها زينة، أم كونها، أم أن لبس النعال يقصر أن يكون من تمام الزينة لهذا الاعتبار الذي ذكره الشيخ فيه، وهو أن النعال في الغالب يلامس النجاسات فيقصر به على أن يكون من الزينة. فلذلك الاستدراك لا أظنه يلزم الشيخ في هذا المقام، ولا أظن أن الشيخ يخفى عليه مثل هذا الحديث، بمعنى لبس النعال أن يكون زين، أن يكون سنة من مقام آخر أو بوجه آخر، هذا صحيح. وذكر غير واحد من أهل العلم أنه بهذا المقصد لمخالفة اليهود فإنهم لا يلبسون النعال، فلبس النعال يكون سنة من هذا المقام. نعم هذه سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الشيخ يعني في مقام تقرير هل لبس النعال زينة أم لا. ثم أورد قاعدة تتعلق بالمصالح والمفاسد، وهي قاعدة نافعة كل النفع، ولعلنا قبل أن نقرأ يعني أورد هذا التقرير أو هذه المقدمة. ابن دقيق العيدي رحمه الله تعالى هو تلميذ العز بن عبد السلام ورائد هذا الفن، أي العلم بمقاصد الشريعة مصالحها ومفاسدها بلا مدافع، هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وكتابه قواعد الأحكام آية من آيات هذا الفقه، وحسبك أن تعود إلى هذا الكتاب لتتأمل سعة فقه العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. ابن دقيق العيد كان تلميذا له وتأثر به كثيرا، لذلك كثير في منها في هذا الكتاب وغيره، فإنه كان يورد مقام المصالح والمفاسد في بيان الترجيح. وهذه أيضا فائدة نذكرها، وهناك رسالة علمية قدمت في جامعة أم القرى تتعلق بمقاصد الشريعة عند ابن دقيق العيد جمعا ودراسة، وجمعت من كتابه إحكام الأحكام وغيرها من الكتب. هذه مقدمة، وهذا يعني يتعلق يعني بعلم الشيخ بهذا الفن. ثم أيضا مقدمة أخرى نذكرها، من المعلوف عند شادي هذا العلم أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية وهي الكليات الخمس التي أمرت الشريعة بحفظها، ثم مقاصد حاجية، ثم مقاصد تزيينية أو تحسينية كما سيذكرها الشيخ على هذه الرتبة. فأولاها الضروريات، ثم تأتي بعدها الحاجيات، ثم تأتي في المرتبة الثالثة التحسينيات أو التزيينات. والموازنة بين هذه المراتب تحتاج إلى فقه وإلى نظر، فلذلك جاء الشيخ في هذا المقام فأورد هذه الموازين رحمه الله تعالى. قال: ومما يقوي هذا النظر، أي كون لبس النعال يعني لبس النعال لا يرقى إلى أن يكون في رتبة المستحبات، ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه، أي في هذا الموضع ما نستدرك على الشيخ نقول ترى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالف اليهود، المقام في مقام كون النعال زينها. ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه أن التزيين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، بمعنى أن يأخذ المرء زينته في الصلاة، هذه رتبة ثالثة من رتب مصالح الصلاة، أن يكون ثوبه حسنا، وأن يكون أيضا الغترة التي يلبسها حسنا، وأن يكون أيضا متطيبا، فلا شك أن هذه من رتب التحسينيات أو التزيينات. لكن تنبه، قال: ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى من الضروريات،
فإذا تعارضت هاتان الرتبتان، رتبة الضروريات ورتبة التزيينات، من بداهة الفقه أننا نقدم رتبة الضروريات. قال: ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات، أو أقل أحوالها أن تكون من الحاجيات، الثانية من الحاجيات، على حسب اختلاف أهل العلم في حكم إزالة النجاسة، فيكون رعاية الأولى أي الضروريات أو الحاجيات بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. فلما تعارضت الرتبة الأولى وهي المحافظة على الطهارة ودفع النجاسة في هذا المقام، وبين كون لبس النعال زينة، فلما تعارض مع احتمال أن يكون النعال فيه نجاسة، قدمت الرتبة الأولى. فلذلك لم يعمل الشيخ في هذا المقام ويقول باستحبابها. قال: ويعمل بذلك في عدم الاستحباب وبالحديث في الجواز. فلذلك قصر من هذا الحديث لبس النعال من كونه سنة، قال، إلى كونه مباحا أو رخصة، وترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، والله تعالى أعلم. وقد ذكر ابن حجر أن قد وردت أحاديث لكنها ضعيفة في التزيين بلبس النعال في الصلاة، لكنه ضعفها ورأى أنها ضعيفة. فلذلك المقام كله ما يستدرك أحد على، ما أظن أن الاستدراك يصح على الشيخ بحديث خالف اليهود والنصارى وغير ذلك. فإن مقام الشيخ أو تقرير الشيخ في كون لبس النعال من الزينة، هل هو زينة أم لا، ويتزين بها أم لا. ثم انتقل الشيخ إلى قاعدة أخرى، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على قاعدة مقررة محفوظة مشهورة، وهي قاعدة تعارض الأصل والغالب. إذا تعارض الأصل والغالب فعلى أيهما يعمل؟ أنعمل بالأصل أم نعمل بالغالب؟ فاستدل بهذا الحديث على هذه القاعدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأصل، لأن الأصل هو طهارة النعل، وطهارة النعال هذا هو الأصل. فإنه إذا صنع من جلد فإنه يصنع من جلد طاهر. ثم الظاهر أنه لما كان ملبوسا في القدم ولا يأمن لابسه أن يلاقي نجاسة في الأرض، فهذا غالب وظاهر. فلبس النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال في الصلاة. قالوا: فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأصل، أو قدم الأصل على الظاهر أو الغالب. هل يصح هذا الاستدلال؟ كأن هذا الاستدلال عند الشيخ في نفس ابن دقيق العيد من هذا الاستدلال شيء، وسيأتي بيانه في الكلام الآتي. فقال رحمه الله تعالى: قال: وقد يكون في الحديث للتضعيف لأنه سيأتي بيانه وجه. قال: وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات، واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب أيهما يقدم، إذا تعارض الأصل والراجح إذا تعارض الأصل
والظاهر، وربما عبروا فقالوا إذا تعارض الأصل والغالب فعلى أيهما يقدم. وكما أسلفت قبل قليل فإن بعض أهل العلم استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأصل وترك الظاهر والغالب. قال: وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين ودلكهما إذا رأى فيهما أذى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره المحقق، لم ينقله الشيخ، يعني إنما أشار إليه، لكن المحقق ذكر ها هنا الحديث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وفي أحد ألفاظه زيادة: فإن التراب لهما طهور. وإيراد هذا الحديث يخذل تلك القاعدة ويقدح في تلك القاعدة. لذلك يقول الشيخ في هذا المقام: قد جاء في الحديث الصحيح الأمر بالنظر إلى النعلين، فإذا كان الغالب إصابة النجاسة للنعال فالظاهر رؤيتها لأمره صلى الله عليه وسلم بالنظر، فإذا رآها فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند الرؤية. فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان طهورا لهما على ما جاء في الحديث، لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب، بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك. إذن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر المرء إلى نعليه، فإذا رأى فيهما قذرا فليدلكهما أو فليمسحهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. لذلك ما تستطيع أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالظاهر، بل إن أمره صلى الله عليه وسلم هنا واضح، أنه كان يتحرز فإذا رأى في نعله شيئا مسحه بالتراب، فكان يصلي بنعال طاهرة، فانقدح أصل هذا الاستدلال، فلا يتأتى لهؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأصل على الظاهر إذا تعارضا. قال: بل يكون من ذلك الباب، أي من باب تعارض الأصل والظاهر، ما لو صلى فيهما من غير ذلك، من غير هذا الأمر. يعني صحيح لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلواته يأتي ويصلي ولم يأتي عنه هذا الأمر وهذا الحرص على النظر في النعال، لسلم الاستدلال على هذه القاعدة. لكن لما جاء الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قدح في أصل هذا الاستدلال. لذلك يقول بعض أهل العلم، بعض الشراح، صار ذلك من قبيل باب آخر، وهو باب البيان، لا من باب تعارض الأصل والظاهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمصلي كيفية النظر في النعال، وإذا رأى فيها شيئا فليس هذا من قبيل باب تعارض الأصل والظاهر. رب قائل يقول: طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر، لكن الأصل عدم الدلك، فلذلك أورده المصنف في صيغة اعتراض. فإن قلت الأصل عدم دلكه للنعال، قلت: لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمته بأمر وإن كان على وجه الاستحباب، فإنه أول من يعمل بهذا الأمر،
ولذلك أمره بالنظر إلى النعال. أنت إذا قلت الأصل عدم الدلك قلنا لك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه، والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته، وهو أنه لم يدلكه، فإن الظن أنه إذا أمر بشيء قال انظر إلى، قال صلى الله عليه وسلم النظر إلى نعال، فإذا رأيت شيئا فامسحهما بالتراب، فيدلكهما بالتراب. إذا قلت الأصل عدم الدلك نقول إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتركه، وهذا الظن الظاهر هو أولى من هذا الأصل الذي بناه وحين قال الأصل عدم دلكه. وهذا يعني وإن كان من لطائف الاستدلال، لكن أيضا اعتراض الشيخ يعني على هذا الاستدلال جاء على أحسن ما يكون في هذا المقام. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، ولعله لطول شرح هذا الحديث سنكتفي بذكر مسألتين أو ثلاث مما ذكره الشارح في هذا المقام، على أن نكمله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عشر عن أبي قتادة، الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله وسلم وبارك عليه. انتهى الحديث. وهذا الحديث يا أحبابنا من الأحاديث الطيبات التي جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة، وفي أعظم فريضة من فرائض التي كتبها الله تعالى على عباده، وهي الصلاة. فهذا الحديث بلا ريب حديث فيه تيسير ورفع حرج للأمة، فإن العمل في الصلاة مما تشدد فيه بعض الفقهاء حتى ذهبوا مذهبا فيه حرج وضيق على هذه الأمة. لذلك أعجبني كلام السفاريني في كشف اللثام، وقد شرح كتاب عمدة الأحكام. والسفاريني حنبلي متأخر، أظن له توفي في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، وهو حنبلي ويعنى بذكر مذهب الحنابلة في شرح عمدة الأحكام، يعنى بذكر مذهب الحنابلة وينقل كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه أورد كلاما طيبا في هذا المقام. قال: وفي هذا الحديث قمع للمتنطعين ورغم أنوف المتوسوسين ودحض دعوى المتعمقين. أعيدها للطف هذا الكلام. قال: في هذا الحديث قمع للمتنطعين ورغم أنوف المتوسوسين ودحض دعوى المتعمقين. وقبل أن نشرع في قراءة يعني ما يذكره الشارح، نذكر أيضا من اللطائف التي لم يذكرها المصنف في هذا المقام. أولاها الأدب الذي تمثل في رواة الحديث، فإن أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نسبت إلى أمها، وأبو العاص ابن خالتها لم يكن قد أسلم بعد ذلك قبل الفتح. فلذلك يقول الشراح في هذا المقام: نسبت إلى أشرف أبويها دينا، لأن زينب كانت مسلمة،
فنسبت إلى أمامة، نسبت إلى أمها باعتبار الدين وباعتبار الإسلام، وكذلك نسبت لأمها باعتبار شرف نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا، ذكر أبوها أبو العاص، قالوا وهذا من تمام تأدبا أن يذكر أبوها في هذا المقام، فقيل ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. هذه فائدة أولى يذكرها بعض الشراح. كذلك فائدة ثانية ذكرها الفاكهي وهي لطيفة حقيقة نذكرها في هذا المقام. قال لما كان العرب فيهم كبر وأنف على النساء على البنات عموما، وهذا موجود وحتى إلى يومنا هذا بعض يعني بعض الرجال ربما يأنف يعني من حمل البنات. قال لما كان العرب فيهم كبر على البنات وربما بغض على البنات، أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في أشرف مقام أن يبين تدليله لحفيدته بنت زينب، بنته بنت زينب رضي الله تعالى عنها، فحملها أمام الناس لبيان فضل البنات وكرمهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجعل ذلك بالفعل فعلا لأنه أقوى دلالة من القول. وهذا أيضا ملحظ لطيف أورده الفاكهي في هذا المقام. وعن لي وربما يصح ذلك، وربما يصح هذا الاحتمال أذكره يعني في هذا المقام أيضا، يعني حمل الأولاد الصغار هو مما تعم به البلوى أكثر البيوت يعني فيها أطفال، والانشغال بهن والانشغال بالأطفال لا سيما الأمهات. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أراد أن يبين لأمة حتى لا يحرج على أمته، وأن يبين أن حمل الأطفال في هذا المقام لا يكره، وأنه إذا دعت الحاجة لذلك مع العمل الكثير فإنه لا بأس به. وربما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، أي حمل أمامة، لأن الأطفال مما يعم بهن البلوى في كل البيوت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، ولعله مما يصح أو لا يصح. قال الشارح الحافظ الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء، ابن بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما. تقول ابن بلدمة أو ابن بلدمة، مات بالمدينة سنة 54، وقيل مات في خلافة علي بالكوفة وهو ابن 70 سنة، ويقال سنة 40، وقيل إنه كان بدريا، ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدها. ثم أخذ في الكلام على الحديث فقها وأصولا، وقلنا أن هذا الحديث فيه تيسير ورفع للحرج عن هذه الأمة، ويناقض ما يقوله بعض الفقهاء أو من تشددات بعض أهل العلم في مسألة الصلاة، في مسألة الفعل أو العمل في الصلاة. لذلك هؤلاء الذين تشددوا في هذا المقام احتاجوا إلى أن يؤولوا أو أن يتأولوا هذا الحديث، لا يستطيعون رده من حيث السند، فهو من أصح الأحاديث على وجهها هذه البسيطة. وحسبك أن الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قد أخرجه، فاحتاج المقام
إلى أن يتأولوا هذا الحديث. وقد أورد الشيخ في هذا المقام تأويلاتهم ورد عليها وفندها واحدا واحدا. قال: والكلام على هذا الحديث من وجهين، أحدهما النظر في هذا الحمل أي حمل أمامة ووجه إباحته، الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. فأما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه، في تخريج هذا الحديث، إن شئت أن تقول في تأويل هذا الحديث، لا بد وأن يتأولوه، لأن من منع العمل للحاجة في الصلاة لا بد وأن يتأول هذا الحديث، لأنه لا مجال إلى رده أو إلى تضعيفه. فأولى هذه التأويلات قالوا أن ذلك كان في النافلة، هذا الفعل كان في النافلة، ومن المعلوم أن النوافل يترخص فيها ما لا يترخص في الفرائض، ويروى ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: وكأنه لما رأى الإمام مالك المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشرائط، كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا. فقالوا هذا المقام كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة النافلة، ويتسامح في النوافل في شرائطها وأركانها ما لا يتسامح في الفرائض، وهذا تأويل مردود. لذلك قال الشيخ في هذا المقام: ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، خرج علينا حاملا أمامة، ثم ذكر بقية الحديث. فلا مجال للقول أن هذا المقام كان مقام نافلة، بل كان مقام فريضة، إما في الظهر وإما في العصر. قال: وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة، وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة، يعني ربما يقال هذا كان، يعني إذا قيل في الظهر والعصر، ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني في النافلة التي تسبق العصر أو الظهر، هذا تأويل. قال المصنف أو الشارح: ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في الفرائض دون النوافل، يعني إذا أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الغالب أن إمامته كانت في الفرائض دون النوافل. قال: وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص، ها هنا في هذه الرواية نسبها إلى أبيها، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عاتقه. فلا مجال إلى هذه التأويلات البعيدة أن يقال أنها في نافلة، أو أنها كانت نافلة تسبق الفريضة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤم الناس فيها. فإن هذا الحديث الصحيح أيضا رافع لتلك الاحتمالات حين يقول الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. ولعله في هذا المقام ننبه، وهذه ميزة امتاز بها ابن دقيق العيد وغيره من الحفاظ الفقهاء الذين جمعوا بين الحفظ والفقه، أن أولى ما يرفع به تعارض الأحاديث هو جمع طرقها. إذا جاء كثير من الأحاديث، يعني رب يعني نظرة إذا يعني في بادي النظر
أنها متعارضة، لكن بجمع طرقها يرتفع هذا التعارض. فلذلك قول الراوي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يدفع ويرفع هذا الاحتمال. ولعلنا نقف إلى هاهنا على أن نكمل إن شاء الله تعالى بقية شرح هذا الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.